أيقونة اللباس التقليدي المغربي حاضرة معنا اليوم، جاتنا من مدينة مراكش وضيفة قفطان صباحية الدوزة مع ليلى حديوي بعد قليل. حاضرة معنا كذلك الدكتورة ليلى بشرى اللي غادي تخصص فقرة اليوم لمرض النقرس أو لاكوت. ما تنساوش موعدنا كذلك اليوم مع حنة اليد وحنة اليوم اليوم ديال حليمة بالكرة اللي غادي تكلمنا على الطرز على لوحات فنية واللي درت منه مشروع مدير للداخل. الكل بعدها فقرة للأحسن ومنى الصباحي. مرحبا بكم معنا صباحي الدوزة. منى الصباحي أهلا وسهلا. الله يحفظك. اليوم غادي نتكلموا على النقد والانتقاد في ظل كل هاد العولمة وفي ظل كل هاد مواقع التواصل الاجتماعي اللي النقد ولا فيه سهل جدا ومتاح للجميع وتيوصل للجميع. كيفاش نتعاملوا معاه كان بناء او كان غير ذلك؟ كيفاش نتعاملوا مع النقد لاله منى الصباحي؟ ميرسي سميره لانك تكلمتي على واحد الكلمه ديال ولا متاح جدا، وبزاف ديال الناس كتكون ما عند مثلا غير في مواقع التواصل. الا تكلمنا غير كيفاش تتعامل مع النقد اللي كتقدر تتعرض له غير في مواقع التواصل، سواء كنتي شخصيه عامه ولا شخصيه مؤثره او عندك اكونت ديالك شخصي بوحدك، كيفاش تتعامل معاه هذا في حد ذاته موضوع نهضروا عليه دابا تو دو سويت. لان اللي تيوجه لك داك الانتقاد يقدر يقول لك مالك بحال هكا، علاش وجهك، علاش ودنك، علاش عكارك، علاش لباسك، لا داكشي اللي كتقول هي التخربيق، لا داكشي اللي كتقول. تقدر تتعرض لاي حاجه، لان هذاك اللي كيقول لك داك الكلام سير فيريفي. اول حاجه تقدر تاكد منها واش حاط الاسم ديالو الشخصي، واش حاط الصوره ديالو الشخصيه، ولا هو براسو مخبي فكيخرج داك الضغوطات ديالو. صحيح انه كاين بزاف الناس اللي ما دايرين لا هويه لا حتى شي حاجه ويسوبيرميتو، وهما اكثر الناس لاذعين في الانتقاد ديالهم او في الكلام الخايب ديالهم او في داك اللي بالنسبه لي هو كينصح ولا كيقول لك انا تنعطي رايي. مالك عوش، ولكن انا كنعطي رايي، هذا رايي. هذه حريتي الشخصيه. حريتي الشخصيه كنعبر على نفسي. فاول حاجه انه هو مخبي من راسه، هو ما حطش شخصيته، ما حطش شكونه هو، وبالتالي كيقدر انه يعبر على كل داك الخيوبيه اللي فيه ولا داك الضغط ولا يمكن داك الشيء اللي هو كيتعرض له من معيور ولا من انتقاد ما كيعرفش يواجهه ولا من ضعف من الشخصيه، كيخرجوا في الناس الاخرين باش يحس بواحد شويه ديال الراحه، ديال راه ماشي انا بوحدي اللي خايب، راه ماشي انا بوحدي اللي كنتعرض للانتقاد، راه حتى انا كنقدر نوصلوا لوحدين اخرين لاني كنشوف فيهم شي حاجات خايبين. تخيل معرض فهاد النوع، هذا اسهل طريقه واحسن طريقه الا دخلوا لعندك بلوك كتبلوكي سالينا. واش الامور سهله لهذه الدرجه في مواقع التواصل؟ انا هذا سي مون، هذا مبدا ديالي شخصيا، ما كنتكلمش على الناس اللي كتجي تتكلم على الفكره، لا هذه الفكره ما عجبتنيش، لا انا هذه ما متفقش معاها، لا هذه كيفاش درتي لها، لا هذه شنو المصدر ديالها. بالعكس كنحترم لانك تتناقش معايا الفكره او كتنقص حتى الطريقه، كنقول لك هذه علاش، هذه كيفاش، هذه هالمصدر، وتقدر تعاوني بهذاك السؤال ديالك انني نرد البال شي حاجه، اون غوميز اون كيستيون، مرحبا. ولكن مالك عوج، مالك هذا، شو استفدت انا منه؟ تتبلوكيه. هذا انا شخصيا هذه هي الطريقه ديالي، اي حاجه ما كتزيدش بيا القدام احنا حيدنا. نتكلموا دابا على الانتقاد او النقد اللي كنتعرضوا ليه في حياتنا اليوميه من ناس مقربين، وشنو بات من اقرب المقربين، ممكن يكون الوالدين، ممكن يكون الاخوه، ممكن الزوج او الزوجه، الابناء، شنو بات الناس اللي كنشتغلوا معاهم. هنا فين كان فلتر، لانه يعني هادو الناس كتشوفهم، يعني ماشي شي واحد مخبي مورا اكخان ولا مورا شاشه وتيصيفط هذاك السم ديالو فاتات بلوكي وانت تهنيتي، لا، هذا شخص كتعرفه، اذا كاين حتى واحد الحموله حسيه، اون شارج ايموسيونيل مع هذاك الشخص. هنا كاين الناس اللي هنا كنجيو ليك انت، الا كانت هذا الانتقاد كيتكرر وانت ما باغيش تخدم على ديك الحاجه ولا ما باغيهاش، هنا اللي تنتكلموا على لي ليميت، وضع الحدود. الله يخليك، هذا الموضوع ما بقيتش بغيت تكلم فيه، ومن حقنا خاصنا يكون عندنا الجراه والشجاعه اني نقول لك عافاك هذا الموضوع ما بغيتش نتكلم فيه، مادام ما تيأذيكش، مازال الا كدير شي حاجه كتأذيني، وكنجي كل مره نقول لك لا ما ديرش بحال هكا، لا علاش درتي بحال هكا، هنا خصني يكون واحد التراجع مع الذات. اما شي حاجه مثلا الطريقه ديال اللباس ديالي ما كتأذيكش، ولكن انت فين ما كتشوفني، وكما قلت لك يقدر يكون اقرب المقربين، يقدر يكون، ما كنتكلمش على التربيه وما كنتكلمش على المراهقين، انا الحديث ديالي اليوم على ناس بالغين راشدين عندهم القدره على اتخاذ القرار. فمثلا طريقه اللباس ديالي انا عجب، ولكن انت كل نهار كتلاقاني كتقول لي لا داك الطريقه عوجه، لا داك الطريقه دايره، لا، هنا خاصني نجي ونقول لك اسمح لي الله يستر عليك ما بغيتش نجبد هذا الموضوع معك مره اخرى، انا عجبني حاليا، يمكن نفكر فيه من بعد، يمكن لا. وقس على ذلك اي حاجه كتكرر من نفس الشخص وانا ما باغيش نخدم عليها او ما قادرش نخدم عليها حاليا، خاصني نعرف نحط الحدود.
هذه من جهه. من جهه اخرى كاين الناس اللي بالنسبه لهم ذاك الانتقاد هو جوست طريقه لاظهار الاهتمام واني راه رد لك البال وانك عرفتي جاتك هذه زوينه ولكن حيد هذه، انت كتبقى عقل ولكن غير حيد هذه. هنا كنشتغلوا على انفسنا، وفي هذا الشيء كامل الاساس هو انفسنا. فايا كان داك الشيء اللي كيجيني من المحيط الخارجي انا كنحط ليه لو فيلتر، كنحط ليه واحد الغرابل. واش هادشي كيتعدى الحدود الشخصيه ديالي؟ هنا كنوقفوا. من بعد من هادشي واش كينفعني؟ لان شحال من نصيحه كتجيك مغلفه في انتقاد، وشحال من انتقاد كيجي مغلف في نصيحه، وما يمكنلكش تميز بيناتهم لانهم متعلقين بالنيه ديال داك المعطي لذاك النصيحه او الانتقاد. والله اعلم بالنيات. ومادام سيدي ربي هو الوحيد اللي اعلم بالنيات، وما يمكنلكش تقول لا قبيح بغى يقصحني ولا زوين، حتى بينك وبين راسك كنا كنديروها، ولكن راه كن متيقن ان ماشي هذيك هي بالضروره الحقيقه، تقدر تكون غلط، انت بالنسبه لك باغي يأذيك ولكن يمكن هو النيه الصافيه المبيته باغي يزيدك للقدام، ويقدر يكون كيبين لك انه باغي ينصحك وباغيك تزيد وكيغلفها لك في واحد خلوها في حته شوكولاته، ولكن راه الداخل ديالها واحد سم قاتل. وبما ان النيات سيدي ربي التي يعلم بهم، كنسول انا راسي، هذه واش نقدر نزيد بها شي حاجه في حياتي؟ واش نقدر نبدل شي حاجه؟ واش تقدر تنفعني؟ ولا ما زيداني والو. وهنا كنفلتري، هنا كنحط فعوض ما انني جو غومين، كنبقاو غير بحال كنجترو علاش قال لي بحال هكا، اذا انا ما مزياناش، اذا انا خايبه، اذا انا هذه حتى حاجه ما كتعجبهم فيا، وكنبقى في واحد الصيروره ديال الاشياء السلبيه اللي تقدر تدمرني. كنجلس بالورقه والستيلو، والله العظيم بالورقه والستيلو كنجلس، شنو قال لي هذه انا بالنسبه ليا واش مزيانه ولا خايبه، واذا كان عندي فيها شي خير هنا كنخدموا عليها. وكاين كذلك الناس اللي كما قلت لك بالنسبه لهم هذيك هي الطريقه ديالهم، هنا الحدود كنرجعوا كنخدموا على الحدود، وكنخدموا في هذا الشيء كاع كامل على القوه ديالنا الشخصيه، على التقدير الذاتي، على حب الذات، وعلى الثقه بالنفس. نقدر انا نلبس الاحمر ولا الاورانج ولا الزرق هذا النهار حيت انا عاجبني، يقدر ما يعجبكش ماشي بالضروره. أكيد. شكرا على النصيحه، يقدر يكون بصح ما جانيش في وجهي، فهذاك الشخص اللي جا نعتبرها انتقاد ولا نصيحه قال لي شوف منى عرفتي لورانج مع لو تان ديالك ما جاش مزيان، يمكن الا لعبتي على لي كولور ديال الخضر الازرق يكون احسن. شكرا ونقلب عليها، واش تنفعني ولا ما تنفعنيش؟ الا كان انا عندي واحد التقدير ذاتي حتى الا في هذه الحلقه ما دازتش اللون زوين ماشي مشكل، انا جايه لهنايا من اجل واحد المحتوى، وانا فرحانه بالمحتوى اللي كنقدم وكنتقاسمه بالنيه ديالي ان اللي كيسمع يمكن تحرك فيه شي حاجه، يمكن تغير فيه شي حاجه، فداك هذا المره الجايه نقدر نشوفها، ولكن ثقتي في نفسي وتقديري لداكشي اللي كنقدم الحمد لله بالعكس كنزيد نخدم عليه باش يرتفع. كل ما خدمنا على التقدير الذاتي وعلى الثقه بالنفس وعلى الحب ديالنا للذات، حتى الانتقاد كنتعاملوا معاه بواحد الطريقه سلسه، بواحد الطريقه اللي سهله. راه خصك تعرف يا سميره شحال من واحد كيتعرض للانتقاد كيوصل به للانتحار، فما نستهونوش بالكلمات اللي كنخرجوا او بالطريقه اللي كنوصلوها. لو انا قصحت معاه باش يفهم، شكون انت اللي قصحتي معاه باش يفهم؟ دونك من جيت تعطي داك النصيحه اللي انت بالنسبه لك باغي تنصح، لان ما نضرش واحد اللي كينتقد باغي ينتقد، راه بالنسبه ليه مادام انا كننتقد الا وكاينه واحد الحاجه ايجابيه اللي كنتظرها انا منه، الا لكان شرير مؤذي. حتى المؤذي تقدر باش تعرف واش اذا واش داك الانتقاد عنده واحد الهدف ايجابي او غير ايجابي، ممكن تسول واحد السؤال كنسميه السؤال لاستيوس، لا عرفتي هذه خايبه وهذه ما مزياناش وهذا الرابور ما كانش، قولي شنو كتقترح؟ الا اقترح عليك الشخص ان بلان داكسيون ولا على الاقل واحد المجموعه ديال الاشياء ولا البديل، اذا راه فعلا كيفكر في واحد الحاجه اللي جايه من بعد وفعلا التفكير ديالو ايجابي. اما الا قال لك ايوا انت تعرف ايوا انت تشوف ايوا المهم انا قلت لك، عارف انه مسكين غير كيعاود. واضح. شكرا لكم منى الصباحي. بقوا معنا مشاهدينا نمروا اللحظه للفقره المواليه، غادي نمشيو لحنه اليد مع منى الصباحي دائما. حنة اليد اليوم سعيدة باستضافة للا حليمة بالكرة، مرحبا بك للا نورتينا. ميرسي بوكو للا اختك للا، كان لي الشرف كبير. عفوا للا، انت اللي مشرفانا ومنورانا في بلاطو صباحية الدوزار، جيتي وجبتي لنا حنة اليد ديالك. نخلي للا منى الصباحي تقدمك لنا بطريقة إدارية ولا نقولوا أوفيسيال رسمية. لا حليمه بعدا انا شخصيا تعجبني بزاف 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 تبارك الله وصلى على النبي عليها، لان واحد المراه متابره واللي عندها واحد ان كابيتال، واحد راس المال ديالها في التجربه ديالها المهنيه والحياتيه. كانت خدامه في مؤسسه مع الدوله، خدات التقاعد النسبي، سافرت خدمت في مصر كاستاذه اللغه الفرنسيه، هي عندها لا ليسونس في الدغوا فرونسي ما شاء الله، مشات خدمت كاستاذه اللغه الفرنسيه، من بعد منها بغات تمشي لواحد البلد اوروبي، مشات له استقرت واحد المجموعه ديال السنين، ولكن ما قدرتش انها تقاد
قاد هذيك الوضعيه الاداريه والاوراق ديالها وداك الشيء، فدازت عن طريق لويام هي لاجونس ديال لونو اللي متكلفه بالمهاجرين، وقالت لهم بغيت نرجع لبلادي. فكتكون واحد المرافقه، داروا معها واحد المرافقه كلها، يعني من التحضير للسفر باش ترجع للبلاد، لا غيانتيغاسيون يعني الدخول ديالها المغرب وشنو هادير، على ليدونتيفيكاسيون داروا معها البحث عن الاحتياجات الشخصيه ديالها اللي كانت من بينهم نشاط مدير للدخل، وكان انا كومبانيومون بلا يعني فكره جميله جدا بالنسبه للناس اللي على برا وتيفكروا بحال الحليمه اللي ما قدروش يقادوا الوضعيه ديالهم وبغاو يدخلوا في حالاتهم. كانت كذلك لا فورماسيون المرافقه بالتدريب اللي منه جات الفكره ديال انها ما ديرش غير جمعيه ولا دير غير نشاط مدير للدخل غير هكاك اللي ما عندوش صفه قانونيه، وانما دير تعاونيه. تعاونيه دابا راه شافت الوجود تبارك الله وصل على النبي. ومن بعد منها عاد لو ريفيرونسمون، يعني هادشي كله تكلفت به الويم، لو ريفيرونسمون ديال فيزافي دي بارتنير ديالهم، كو سوا لي بارتنير اللي كيكونوا اداريين ولا لي بايور دو فون ولا هذا، وتبارك الله حصلت حتى على الدعم المادي. ما شاء الله، هنيئا لك. ما يكونوا معنا كل السيدات اللي تيشوفونا واللي تيفكروا انهم ان شاء الله يديروا شي مشروع مدير للدخل. تنهنئك على هذا الباركور بعدا. شكرا. اللي هو باركور ديال المحارب. ما عندي غير وي جو سوي كوراجوز جو سوي يعني ما كنستسلمش ما عنديش لي سيستم. ولكن باش ديري هادشي كان خاصو يكون عندك واحد واحد لو فون ما نقولش لو فون دو كوميرس دو سافوار. شنو اللي جلبك اكثريه لهاد المهنه اللي قدرنا نقولوا؟ انا هاد المهنه اول حاجه تعلمت لو بوان دو كروا بوحدي، وما كنتش كنت ما كنبغيش لو بوان دو كروا. لو بروميي تابلو كو جافي في سي ان شا. الوغ بديت بان شا، لقيت اللور ديالها ما في ما يتشاف، ولكن زوين. لا دابا تبارك الله. شو اللور؟ شو اللور كي داير؟ ومشيت ما شاء الله صافي. مشيت انا بزاف جيم لو فيل اي ليغوي. دونك تعجبك كل ما هو يدوي. يدوي، ما كنبغيش الماكينه، ما كنبغيش. ما شاء الله عليك، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. ما شاء الله عليك، يعني انت تترسمي وتتكتبي فوق الثوب. ما كنرسم ما والو، كنشوف الصوره وكنحسب الحسابات. ما كنرسمش، كنشوف سميتو وكنحسب جو كونت لي كوا. دونك لا عندك صوره تدير فيها لي كوا، وهذوك لي كوا لا لا ديك الصوره طالعه فيها لي كوا. دونك ملي كنشوف تنشوف بانه هنا 4 هنا 6 هنا يفو فيغ 1 هنا يفو فيغ اون كوا. هادشي فين لقيتيه؟ بوحدي في جوجل. بدات تتعلم دليل على انه لا بغينا نوصلوا، راه كل شيء كاين. وشنو اللي تير اكثر، شنو اللي تيعجبك اكثر في هذه الخدمه؟ بوان دو كرو. بوان دو كرو حيت كدير منهم دي تابلو. ها كاينه ماغيلين مونغو، وكديرهم حتى اون كولور، تختار انت لو شيما اللي بغيتي تصوبو لك شخصي. وهذا الشيء في لي ديمونسيون نقدروا، يعني هذه فكره ديال لي تابلو. الا بغيتي تابلو كبير نديرو في هادي، تقدري ديري باغ اكزومبل. الا بغيتي باغ اكزومبل هادو كتكون اون كوا كنديرها 4 كوا، تدير 10 كتكون بحال دابا جوج هنا كندير 8 وكتطلق. وهكذا دواليك. يعني انا بالنسبه لي ما عرفتش لاله منى الصباحي عندها يعني تصور اداري وماركتينغ ديال الماركتينغ اكثر مني، ولكن بالنسبه لي انا باش لاله حليمه تخدم اكثر، انا بالنسبه لي كزبونه مثلا نجي نلقى طابلو كبير بحال هذا وبيان نونكادري بالكحل مثلا، غادي يثير اكثر، غادي يثير اكثر وغادي نحط فيه اكثر. لربما هذه هي المرحله الجايه اللي عندك لاله حليمه. الحمد لله لي اي حاجه صوبتها بغيت نصوبها تنقول للسيده اجي شوفي الرشمه اللي بغيتي، جو تو ليس لو شوا. تيثقوا فيك. وحاجه اخرى دابا هي علاش دارت هاد التعاونيه، لان قبل حتى اليوم ما الحمد لله قامت بخلق هاد التعاونيه، كتخدم لراسها، كتخدم بوحدها. نفس المشكل اللي كنتكلموا عليه كل مره ديال خدمتي هتخلص ما خدمتيش ما هتخلص. فمين دارت التعاونيه ديالها هي دابا تبارك الله وصلنا بيه كتوجد الورشات باش تعلم نساء اخريات. عاد من بعد منها يكونوا دي موديل اللي محطوطين. دابا عارفين لا كوميونيكاسيون كتكون على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هتحط داكشي باش الناس يشوفوه بلي كادر، وهي كتخلي له شوا ديال الكادغ للزبون. كاين اللي كيبغيه دوغي، كاين اللي كيبغيه كحل، كاين اللي كيبغيه بيض، كاين اللي عنده واحد لا ديكوراسيون بيان سبيسيفيك في الدار ديالو، فكيبغيه في الخضر في واحد اللون بيان هذا يكون اللي هو محتاجه اللي هو باغيه. فهي هذه من بين الاعمال اللي هي عندها هي هذه القضيه ديال بوان دو كخوا، تعلمها لنساء اخريات اللي يوليو يشتغلوا معها. وعندها واحد البرنامج مستقبلي اللي رائع جدا، خليك تكلمي عليه، ديال النساء القرويات.
انا مشيت عمرت في المنصه ديال المبادره الوطنيه، انا عمرت لي ريفيرونس ديالي كلهم، في الاخر قال لك ضيفي شي حاجه. لي الهدف ديالي في الحقيقه هو نحرك النساء القرويات وندير قافله للبوادي النائيه. كاينين الناس اللي كيخدموا ما كيلقاوش فين يحطوا، ما كيلقاوش فين. هذه هي فكرتي في الحقيقه. ولله حنا تنضموا لك لهذه الفكره، ونهار تحقيها ان شاء الله وتكوني ناويه حنا معاك ونمشيو معاك في هذه القافله ان شاء الله، باش نديروا التغطيه الاعلاميه ان شاء الله، ونشوفوا حنا هاد السيدات في البوادي وفي القرى شنو محتاجين. نرجعوا للخدمه ديالك، شنو هي هذه؟ هذه ستونا، هذه تتحط فوق مثلا كامسا، في كامسا، وكتحط فوق ان بوفي وكلكا شيز كامسا، ولا اون كوافيز، ولا هذا الشيء. كلشي طبعا بيرسوناليزابل. انا اللي صوبت هذا الشيء، انا اللي. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه. كنت صوبت واحد زيف الطبله وسربت ديالو لواحد السيده لاباس عليها. واخا، وهذا الشيء مدير للدخل، يعني تقدري تعيشي منه. الحمد لله، الحمد لله. يعني لا، الا جينا قارنا حليمه ديال يلا خدات التقاعد مع حليمه ديال دابا، كاين فرق ماديا؟ لا، باسكو دوبي مون انفونس جو في سا. لا، ولكن حيت دابا يعني صافي الوقت كنتي شحال هذه عندك ما بين الخدمه، ما بين الخدمه وما بين هذه الصنعه ديالك، دابا تبارك الله عطيتي وقتك كله. لا، دابا وقتي كله، حتى ولو زعما سيتي لا ميم شوز ملي كنت خدامه. الناس يعني خاص تطلبوني، تيطلبوني، تيديروا لي كوموند وكنصاوب لهم. دابا غير قننتي القضيه. قننتيها ولا عندك مشروع مدير للدخل وتفيد به ناس اخرين؟ اه، تنفيد بغيت انا نفيد ناس اخرين. انا ما يهمنيش، انا يهمني الناس. الهدف ديالي هو الناس، العيالات. واخا تحرك، ماشي هو الحاجه الوحيده اللي تديري، بان لي الاعمال اليدويه كلها. ملي شفتو دغيا تنصاوبو ديك الليله، ما شاء الله عليك. هادشي ديكوراتيف حتى هو. الله يعطيك الصحيحة. أكيد تديري الغوسيكلاج، يعني تديري إعادة التدوير. وهذه طريقة من الطرق اللي حتى حنايا تنحفزوا الناس يستعملوها في إطار الحفاظ على البيئة، وفي إطار أننا ننتجوا حويجات اللي نقدروا ندخلوا بهم شوية ديال المصروف. الحمد لله. تنهنئك لاله حليمة، ونتمنى أن بهذا المشروع ديالك تمشي بعيد إن شاء الله، وكيف ما قلتي تفيدي به نساء اخرى. هذا هو الهدف ديالي صراحه. انا جمو فو كاريمون، مي كان في بغيت نفيد النساء اللي مثلا في القرى، المحو الاميه، الطرد، يخرجوا يخدموا، يخرجوا، بغيت ندير فيهم واحد الحماس. فكرتني في الهدف ديالك ديال نفيدوا الناس اللي ما عندهم واحد الدخل محدود جدا، او يمكن ما كاينش دخل، وكتقول لك شنو نقدر ندير. وهي راه عندها واحد المهاره تعتبرها بسيطه، وهذيك المهاره راه عندها قيمتها وتقدر تكون هي موضوع الدخل. بزاف، لان هي عندها الدخل ديالها الحمد لله من التقاعد ديالها، وليداتها كبار، يعني ما عندهاش شي مصاريف كبيره جدا، ولكن قالت لك لا، انا ما نقلش لهذاك الشيء. باش قلت لك تعجبني تبارك الله، اكتيف تطلع النبي عليها، تتحرر المغربيه لاله مولاتي. الله يعطيها الصحه. انا صراحه كنشكر بزاف منظمه الامم المتحده، ياك، لانه ساعدتني بزاف. الحمد لله، وساعدتني بزاف، والفرصه الكبيره اللي بغيتو سميتو عرفتني بهذه السيده. ياك، الله يحفظك. الله يحفظك، الله يلاقينا معها خير منا. والحمد لله كاينين حتى في المغرب مؤسسات دابا اللي تقدموا الدعم، اللي تقدموا يد المساعده. هي راه مازال كتستافد من لو مانتورين، من الويام، يعني عندها واحد السيده اللي متكلفه بها 100%، يعني باش عاونتها في لا بروسيدور ديالها، باش انها قادت التعاونيه. شحال الوقت خدات لك التعاونيه باش صوبتيها؟ 10 ايام 15 يوم. تبارك الله ما شاء الله، عطيتي واحد السرعه كبيره جدا. في اقل من شهر كانت قادتها، كانت قاد الوريقه ديال الدعم. دونك ما تخلعكش هذاك الشيء. كاين غير عندي واحد بتي بروبليم. شنو هو؟ اللي سميتو هو اللوكال. دابا هذا هو التشالنج حالي. هذا اللوكال، انا عندي كل شيء متوفر الحمد لله، وسميتو، ولكن اللوكال محل. ولاله منى الصباحي، يعني بالنسبه لهذا المشكل اللي عندها، ما كاينش طرق انها تستافد من محل هنايا مع المبادره الوطنيه؟ هادشي دابا هي اللي كتقلب عليه، وراه هي دابا جلت الرونديفو اللي كان عندها مع الولايه باش دوزت معنا هذه الحلقه. وان شاء الله راه غدا تمشي وتطرق ذاك الباب كذلك، وتشوف شنو ممكن انها تلقى، لان كاين دعم كيتعطى للجمعيات. غير هو واش متوفر؟ واش كل شيء يخرج؟ واش كاينه شي امكانيه؟ واش كاين الشروط؟ واش في المدينه ديالها؟ ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش نطمنوا على حليمه ونعرفوا فين وصلت بالمشروع ديال على عين. تبارك الله عليك، والى الملتقى ان شاء الله. شكرا، شكرا لك لاله. بقوا معنا مشاهدينا، نمروا للحظه للفقره المواليه.
وفي فقرة الطب العام اليوم غادي نتكلموا على داء النقرس أو لا لاغوت النقرس، اللي هو صورة معقدة من التهاب المفاصل قد تصيب أي شخص ياكل لا. اللي معروف عندنا في يعني في المجتمع ديالنا أن الناس اللي تياكلوا اللحم بزاف تجيهم لاغوت أو لا. فعلا الناس اللي وفات النظام الغذائي هو من اهم الاسباب اللي كتؤدي لهذا النوع ديال المرض، ولكن بعض المرات ماشي غير الغذاء غير اللحم، بعض المرات كيكونوا امراض اخرى حتى هي اللي تقدر دير لنا هذا النقرس. الو غنحاولوا نفسروا شنو هو هذا النقرس ولا لاغوت. هو واحد الالتهاب ديال المفاصل كيجي على شكل ديكريز ولا نوبات. الو في واحد المفصل كينتفخ، غادي ينتفخ، الحراره ديالو غادي ترتفع، والشخص غادي يحس بواحد الالم كبير بزاف. دونك وغالبا هاد لاكريس كتجي بالليل. هاد النقرس يقدر يقيس اي مفصل من مفاصل الجسم ديالنا، يقدر لكن واحد ماشي كل شيء في دقه واحده. دونك يقدر يقيس الاصابع ديال اليدين، الاصابع ديال الرجلين، المرافق، لي كود، لي جنو، لا شوفي، ولكن في غالب الاحيان غادي يقيس لنا المفصل ديال الصبع الكبير ديال الرجل ديالنا. سبحان الله. دونك كما قلت النوبه غادي تجي بالليل، غدوم واحد ساعتين حتى ربع السوايع، واحد الالم رهيب بزاف وحراره مرتفعه في ذاك المفصل، وغتبدا تكرر هاد النوبه واحد جوج السيمانات تقريبا، ومن بعد كيعاود يغبر ويعاود يظهر مره اخرى. الو غادي نفهموا هاد المرض النقرس من الجاي. الوغ جاي من واحد في الدم ديالنا كترتفع نسبه واحد الحمض، هو حمض الاوريك، كترتفع النسبه ديالو. ملي كيجينا هاد الحمض الاوريك كيجي من لي بيورين هما واحد لي بروتيين اللي لما كنستهلكوهم فالجسم ديالنا غادي يهضمهم ولا غادي يفرتتهم، وغيعطيونا هاد لاسيد اوريك. هاد لاسيد اوريك لما كتكون النسبه ديالو كثيره بزاف هي فاش كيمشي وكيترسب لينا في المفاصل. ولكن علاش النسبه ديالو غادي تكثر؟ غتكثر اما عندنا البروتينات اللي كيدخلوا بزاف، ولا الكليتين. شنو كيوقع لما النسبه ديالو كتكون كثيره في الدم؟ حيت الكليتين هي اللي نورمالمون كتخرج لنا هذا الحمض الاوريك، كتخرجوا في البول. لما النسبه ديالو كتكثر الكليتين كيتغلبوا، ما كيقدروش يخرجوه كله، دونك كيبقى مرتفع في الدم ديالنا، وبالتالي كيمشي كيترسب في المفاصل. الوغ كيف كنشوفوا في لي شيما هذوك البلورات وفات هذا الحمض، الشكل ديالو ميكروسكوبيك داير بحال ديك كريستو ولا بلورات، كيمشيو كيبقاو كيترسبوا في المفاصل ديالنا وكيتسبب لنا في ظهور التهابات. الوغ كما سولتينا سميرة على الاسباب، تكلمنا على اللحوم. الوغ التغذيه هي من اهم الاسباب اللي كتؤدي لظهور هذا المرض او ارتفاع حمض الاوريك في الذات ديالنا. فين كنلقاو هذا البيوري؟ لان هذه البروتينه هي المصدر ديال هذا الحمض. فين كنلقاوها؟ كنلقاوها في اللحوم الحمراء وفي اللحوم الباطنيه. فاش كنتكلم على اللحوم الباطنيه هما لي زابا، هما الكبده، الطيحان، المخ، الكليوات. دونك هادو كيكونوا غنيين بزاف بهذه الماده ديال البيوري. كذلك كنلقاوها حتى في الاسماك اللي كتكون حمراء بحال الطون، بحال السردين، فواكه البحر كذلك. ونورمالمون الناس في الريجيم كيقول لك لا نبتعد غير على هذه اللحوم، ولكن اللحوم البيضاء نقدر ناخذهم. لا، حتى اللحوم البيضاء فيهم لي بيورين ولكن بنسبه اقل. الوغ قلنا هذا هو السبب الرئيسي. مساله اخرى سميره، هاد لي بيورين الثلث ديالهم كيجي من التغذيه، ولكن الثلثين اكزاكتومون لما كيتطور المرض وكيبقاو يجيو النوبات كتولي بحال هكا، وغنتكلم على العواقب. الوغ كما قلت هاد لي بيورين الثلث ديالهم كيجي من التغذيه، والثلثين منين كيجي من الخلايا الميته ديال الجسم ديالنا، لان الخلايا فاش كتموت كدير لينا هاد الماده ديال البيورين. دونك شنو كيوقع؟ من بين الاسباب ديال هاد لاكوت حتى لو ستريس، لان الا كان الضغط ولا ستريس كبير شنو كيوقع؟ الخلايا ديال الجسم ما كيبقاوش مضادات الاكسده، كيكونوا كثار، والخلايا ديال الجسم كيبداو يموتوا. بيان سور الا متولنا بزاف د الخلايا ماده البيورين غادي تطلع في الجسم ديالنا. الو غتقول لي الناس كلهم كياكلوا اللحوم بزاف وعندهم ستريس ولكن ما كيجيهمش هاد المرض. خصنا نعرفوا بان هاد المرض كيجي في واحد لو تيغون ولا في واحد الارضيه بارتيكولير. شنو هي؟ هما بعدا كيجي الرجال اكثر من النساء، لان لي زوستروجين او الهرمونات النسائيه كتعاون الكليتين انها تخلص من حمض الاوريك. المساله الثانيه، الناس اللي عندهم مرض السكري، ارتفاع الضغط، السمنه، ارتفاع ديال الدهون في الدم، كيكونوا متعرضين اكثر لهذا المرض. كذلك من بين الاسباب الاخرى من غير التغذيه هما الكليتين اللي ما كانوش خدامين مزيان، فهما ما غاديش يساعدوا الجسم انهم يتخلصوا من هذا لاسيد اوريك.
الوغ من الاسباب الاخرى سمير هما الادويه. كاين بعض الادويه اللي غيزيدوا لنا من نسبه حمض الاوريك في الدم ديالنا بحال لي ديوريتيك بحال لاسبيرين، بعض الاحيان حتى لا شيميوثيرابي اللي كنديروها الناس اللي عندهم السرطانات فهي كتزيد لنا من النسبه ديال هذا الحمض. دونك هادو هما الاسباب اللي كيؤديو لظهور مرض النقرس. الاعراض بحال اللي شفنا يعني اكزاكتوم هما هادو تخرج هذيك الكره هادو في العواقب. لما هاد المشكل ما كنعالجوش ومع الزمن شنو كيوقع؟ كيوليو التهابات مزمنه ديال المفاصل، المفاصل كيوليو فيهم دي ديفورماسيون، واكثر من هذا كيوليو الحركه بيان سور كيعيق الحركه، واكثر من هذا هو ان كيتكونوا بحال واحد الكويرات في الجوانب ديال المفاصل، الكويرات كيتكونوا في الجلد ديالنا وكتخرج منهم واحد الماده بحال الطباشير سميتو لو توفيس غوت، هادو هما لي فورم هيستوريك، هما العواقب الكبيره ديال هذا المرض. كذلك من غير هذا الشيء هاد لاسيدوريك الى شتي كيف كنشوفوا في هذه الصوره، هذاك هو لو توفيس غوت كيتكونوا كويرات ولا دي نودول في جهه المفاصل اللي فيهم هذا المشكل ديال النقرس. كذلك من العواقب ديال هذا المرض هو ان الكليتين هاد لي كريستو ديال حمض الاوريك كيمشيو كيترسبوا لنا حتى في الكليتين، دونك حتى الكليتين يقدر تكونوا فيهم الحجر ولا ما يبقوش يؤديوا الوظيفه ديالهم ويؤديوا الفشل كلوي. دونك كيف كتشوف يا سميره زعما هاد المرض الا ما تمش وكاين ضايع بزاف كاين بزاف عند الناس. علاش؟ لان شتي فاش كيكون عندك في المجتمع السمنه كثيره، مرض السكري كثير، ليبرتونسون، يعني ان التغذيه ديالنا ماشي متوازنه. وحنا يعني على ابواب عيد الاضحى نردوا بالنا من بزاف لان العلاج كيعتمد بالاساس على نظام غذائي وعلى ادويه. الوغ بالنسبه للنظام الغذائي جميع اللحوم الحمراء اللي تكلمت عليها قبيله خصنا نتفاداوها نهائيا. الوغ اللحوم الاخرى البيضاء نقدروا نستهلكوها مره الى مرتين في الاسبوع لا اكثر، والتغذيه خصها تكون كتعتمد بالاساس على الخضر والفواكه. نتجنبوا كذلك الدهنيات السكريات، لان كما قلت لك سي ان تيغان بارتيكولي كتكون واحد الارضيه اللي فيها السكري، فيها زياده في الوزن، فيها ارتفاع الضغط الدموي. كذلك من بين الاسباب سمير كان حتى تناول الكحول. دونك هاد الناس اللي كيجيو بهذا المرض النقرس ما خصهمش يبقاو يتناولوا الكحول. واخا والادويه ديال النقرس واش تعطيو الدواء باش نتعالجوا من النقرس ولا لا؟ كاينين ادويه، الوغ الادويه هي كتعتمد فاش كتكون عندنا النوبه، فحنا كنعطيو مضادات الالم ومضادات الالتهاب، وكنعطيو ادويه كذلك اللي غتخفض لينا من نسبه حمض الاوريك في الجسم ديالنا. مع العلم سمير بان مرض النقرس فهو بحال اللي قلتي مرض مزمن، كيجي على شكل نوبات، سيتيغ حنا غادي نعالجوا النوبات، ولكن إلا ما درناش واحد النظام غذائي متوازن النوبات غتعاود ترجع، ما عندناش واحد لو تريتمون ولا واحد العلاج اللي غادي يداوي لنا نهائيا هذا المرض. مسألة أخرى مهمة بزاف، الناس اللي عندهم هاد لاكريز ولا مرض النقرس أنهم خصهم يشربوا الماء بزاف. علاش؟ باش يعاونوا الكليتين أنها تخلص من هذاك حمض الأوريك، تقريبا جوج حتى ثلاثة لترات يوميا. واضح، هذه معلومات جات في الوقيتة ديالها، تنشكرك عليها دكتورة ليلى بشرى. بقاو معنا مشاهدينا، نمشيو نختموا حلقة اليوم مع ضيفة مميزة، ضيفة ليلى حجي وفقرة قفطان صباحية دوزام لالا كريمة علاوي. وفي فقرة قفطان صباحية دوزام اليوم يسرني أن نقدم نقدروا نقولوا لها سفيرة الصنعة المغربية التقليدية الأصيلة للقفطان المغربي بمدينة مراكش. حضرة معنا لالا كريمة العلوي ضيفة ليلى حجي. سلام سميرة. سلام ليلى. سلام مشاهدينا صباحية الدوزام، وانا فرحانة اللي غنستضفوا اليوم كريمة علوية اللي خبرات هي علينا بزاف. انا شوف انا كان من نهار اللي بدينا البلاطو الجديدة صباحية ديال صباحيات كنبقى نقلب على كاع دوك اللي يخبروا علينا فين كاينين، ودائما يجيبوا لنا الجديد ودائما عندهم داك الشيء. ولكن مسات قلبي شرعي كان ومشيتي لمدينة مراكش وجبتي لا لا كريمة علوي فوالا اللي لبست ليها فاش كنت باقي لا باديه في الزهر. وي ياك كريمة، مرحبا بك بعدا في صباحية دوزام. شكرا على الاستضافة. ميرسي. فاش نستقبلوا شي واحد عزيز تنساو نتكلموا عليه اوفيسيلمون وتنتكلموا عليه من قلبنا. دونك هذا نهار كبير اللي جيتي عندنا من مدينة مراكش اللي وليتي رمز من الرموز القفطان المغربي فيها. الله يخليك، الله يخطيك احبيبتي. وكدير للرجال، كتصوب الباسي للرجال، للنساء، لقفيتنا للباسي، يعني فين ما احتاجتي كريمة علوي كتلقاها موجودة. انا سؤال عندي اللي باش نفتتحوا هذه الفقرة هذه، إلا كان ممكن لالا كريمة، شنو هو السر ديال التشبث ديالك بالصنعة المغربية الأصيلة؟ هذاك الشيء على حقه وطريقه. حيت هي الصنعة زمان كانت صنعه قديمه، وكانوا ما شاء الله اليهود كانوا كيخدموا في هذه الصنعه،
وحنا طقتنا عليهم شي بعض المسائل ديالهم الخياطه والزواق وداكشي. ودابا نقرض هاد الخدمه نقرضت هاد الموروثه. انت حافظتي عليه؟ انا حافظت. كيف ما خديتي هذه مده وزمان؟ انا مده وزمان يعني. والفريق العمل ديالك دائما هو ما شاء الله عليك. ما شاء الله. هذاك الشيء علاش تنشموا ريحه زمان، ريحه الفخامه ديال زمان في اللباس ديالك. ولا لا ليلى؟ هي سميره. وشنو ظهر لك نقدموا للمشاهدين العرض ديال كريمه علوي هذا الصباح هذا نفتتحوا بهذه اللبسه الاولى اللي كلها الوان كلها مبهجه. وكما تنشوفوا كاينين حتى الاثواب مخلطه، كاين لا دانتيل من التحت يا كنظن، وعاد سي دو كريب هذاك من الفوق كريمه. وكلها مطروزه. الوغ سميره الا شفتي لي بايات وحتى لي كولور مطروزه نورمال باش تجيك الفكره ديال لي بايات. اي لا انا جاتني هذه اللبسه سميتها مراكش مبهجه. ياك ياك مبهجه. ميلونج تاع لي كولور. اها. ومن تستوحي هذا لو ميلونج دو كولور لاله كريمه؟ داكشي تيجي بوحدو كي قلتها لك. دائما تنقولها لك ياك، حيت دائما تنسولك ودائما تنتسائل كيفاش تتزوجي من هاد لي كولور. الي مانيفيك هاد لا توني، تري تري جولي، مي فريمون تري جولي. لان كنشوفو داك بحال ان بوكي دو فلوغ وفيه ديك لي بايات التوب كيرتي اون ميم طون، ماشي دي بايات، هو الطرز الحساب. طرز الحساب، طرز الحساب وفيه. الوغ هنايا تنشوفو عاوتاني اون كاب خفيفة فوق هاد سي اون موسلين. اي ما كرهتش دير القد ديالها باش نشوفوا كيفاش تجي، لان جات روعه. باش الا العروسه بغات تدور في العماريه دابا ولا السلام لا موند. ياك. وهكا السلام يكون خفيف بحال هكا رقيق. ودرتيه يعني غابيل في لا كولور ديال القسطان. تري جولي كلها منبته والخراط. خدمت المعلم. الا قدرات فاطمه زهره تحيد لينا جوست لا كاب نشوفوا الخراط ديال اللبسه ديالك، لان الخدمه فريمون كنشوفوا سميره الخدمه كاينه واو واو كلها بينين لنا العطاك الداخل ديال فاطمه زهره. الا شفتي فوالا الا شفتي كلها مخدومه بالمعلم. معلم والقدام توا فيه القداميات. سميتو؟ القداميات. هادو كانوا كيديروهم الرجال في جلال بوم. ولاو دابا لا مود تيديروهم العيالات في التكاشط. القداميات. القداميات اول مره نسمع سميره. اول مره القداميات هادي يفهموا الناس اللي ديال الحرفه. ديال الحرفه. لان كريمه موسوعه ما شاء الله في فن القحطان المغربي. وهادي كيف قلتي 30 سنه في 33. شنو اللي خليك ثلاثه ما تحيداش؟ ثلاثه شنو ثلاثه؟ راه هي فيها كل شيء ركيزه. مهمه مهمه. الحين دي ثلاثه هي ما كاين والو. قولي مع ومع الكورونا بحال ما كاين والو. الوغ هنايا تنشوف عاوتاني لا دونتيل دو كالي من التحت. سي دونتيل دو كالي اللي كنشوفها في الكول. لا لو كول سي دو كروشي. لا ولكن شنو هي ديك لا دونتيل اللي خارجه؟ هاد العين غير باش نتفاهموا. يا اون دونتيل من التحت اسامي. كاينه اون دونتيل. كاينه هادي لا دونتيل. فوالا. هي اللي كاينه حتى في التحت. ياك. وهذا تتهضري على الكروشي هذا. هذاك كل اون كروشي. كروشي ما شاء الله ما شاء الله عليك. هذيك الخدمه اول مره نشوفها في انا الكروشي اول مره تنشوفه. واش كان زمان شحال هكا؟ كان زمان. كان زمان تنديروه في الجلالب وتنديروه في التكاشط. وراه دابا رجع بحال جات لاله كريمه. بحال اش؟ بحال الهنتيكا. شنو هي الهنتيكا؟ هذيك الخدمه اللي تيديروا بالماكينه الصغيره فيها التقيبات. اييه. دابا راه كثيره في الجلال. هي هذيك كانت مع الكروشي. كان القميص يكون بالهنتيكا وجلابه تيكون فيها الكروشي في القب وفي الكمام. ما شاء الله. والخدمه ديال اللي كاينه في القميص شنو هي اللي قلتي لي عليها دابا قبيله؟ المعلم قدامي هذه من قدامي البوط. وهذه من فوق التقويره. تبارك الله عليك لاله كريمه. عليك موسوعه ما شاء الله. خصك تبقى تشوف تحلل. وبصح لاله كريمه ما فكرتيش اني ديري شي كتاب توثقي فيه هذه المعلومات هذه اللي ولينا تنفتقدوها. تنساوا. فكره زعما علاش لا؟ ان شاء الله. اللبسه ديال اللي تتفتن حتى هي. تكلمينا على. ليلى غزاله جات. الله يحفظك الله يكبر فيك. الوغ هنا كنشوفوا كاين جابادور. 3 بياس. هذه جابادور. لا لا قفطان وقفطان قفطان هذا ثلاثة القفطان. مي سون مونش. سون مونش التحتانية سون مونش. لا دوزيام كي بغودي افيك مونش. وهذيك اللي فيها خدمة المعلم افيك لا مونش. وكل وحدة تقدري تلبسيها بوحديتها. كل وحدة تلبسيهم ثلاثة في واحد. تلبسيهم ثلاثة وتلبسيهم واحد. صباح شنو هي هذيك الخدمة اللي دايرة في الفوقانية؟ خدمة المعلم
دابا جهه في شكل وجهه في شكل وكم في شكل وكم في شكل. اه وي انا عاد رديت البال، شفتي لكم اما ليلى راه ماشي كاع مشابهين. اي راه شفتهم هنا. واو خدومين بحال الفولوغ. اه سي دو فولوغ. وشنو بغيتي يعني توصلي كرساله في هذا القفطان هذا اللي درتي فيه هذا السيمتري؟ كاينين الناس اللي الناس السنيات والمحتجبات ما تيبغيوش يلبسوا باقي الحزام. بالك وحنا نخلقوا هاد لي كيمونو اللي كثروا درناهم في هاد الطريقه تخي شيك باش تولميهم للسيدات اللي الناس اللي بيلبسوا بلا حزام. الله يعطيك الصحه. وطبعا سان فولار اللي كانت غتلبسوا السيده غادي تبدعي فيه حتى انت لاله كريمه العلوي، واختيارك للالوان اكثر من موفق تبارك الله عليك. وفكري عفاك فكري في توثيق كل هذه المعلومات والتاريخ ديال القفطان المغربي عندك في شي كتاب ان شاء الله. ان شاء الله دائما من توقيع لاله كريمه علوي من مدينه مراكش غادي نتعرفوا على الجديد ديالها ما شاء الله ما شاء الله. كنحسوا بلا توني كل لبسه عندها اون ايستوار قصه عندها اون عام عندها وعندها خدمه سبيسيال وبين الخدمه ماشي زعما غير سي تري تري جولي كل خدمه في شكل ياك لاله كريمه. وحده ما كتشبهش وحده ما كتشبهش الاخرى. هذا سي ام جاردان سي ان جاردان دو فلور. تكلمي لنا شنو الخدمه اللي فيها هذه لان بزاف بانوا ليا. هذه فيها الزواق وفيها لا برودري وفيها الزواق بلوس لا برودري وفيها العنابر اللي كانوا زمان صغيورين. العنابر شنو هما العنابر؟ هما اللي كاينين في دابا شي وقت ما كانوش العقاد كنا كنخيطوا كنجمعوا نديروا عنبرات. هما اللي درنا دابا دابا تنحيوا القديم. الله يعطيك الصحه. انا فخوره بك لاله كريمه. دوك هاد لي جون خياطه خاصهم يجيو ياخذوا بدل لي بال العنبرات. هما اللي تنشوفوا دابا. الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه. هنا كنحسوا بالصناعه التقليديه كيف قلت يا سميره. كيل كلاس يا ما كايناش لا كلاس ما كايناش ما كاين والو تماما. الوغ هنايا شنو كاين في الثوب؟ سي دو تول نو؟ سي دو تول دو سوا كله بيغلي وفيه خدمة المعلم فيه الدبانة وفيه واحد الزواقات تنعقدوهم باش تيعطيونا ذاك لو غابيل ديال الدفينة. دابا لاله كريمه العلوي انت باش تكوني تتعرفي هذا الشيء كامل يعني تتخدمي بيديك؟ اي تنخدم من غير ماشي غير تتعطي للمعلم. لا 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 كنخدم حنا دابا في لاتولي بحال كنديروا واحد مؤتمر على لا توني كنا تنقول لهذا اجي كي جاتك هذه نقدروا نديروها ونعاود نعيط لاخر واخا ماشي شغله كي جاتك هذه نعاودوا نديروها. الوغ كل تاتي فكره شي قديم شي جديد شي صغير شي كبير. وهذه ليكيب هذه ليكيب هي هذه ليكيب ما شاء الله. واو 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 اخر لبسه اللي مقصحها هذا الشليفر اللي ولا ثاني اللي رجع. هذاك سي ان بايت بايتي مطروزه من الجناب وفيها خدمه المعلم. شوف هذوك التريزات سخي جوج ام بطنا بجواره ام بطنا بالثليجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فيها لتحت الثليجه ما شاء الله عليك لاله كريمه علوي. تتغيبي علينا ولكن فاش ترجعي تترجعي بقوه ما شاء الله عليك. نتمنوا يدوموا علينا الافراح والمسرات ونقدروا نلبسوا هذا الشيء. راه كاين شي ثليجه مصوبه بذاك شنو كيسميو ذاك الرشمه؟ البهجه. البهجه رجعت نقدروا نشوفوها عفاك هذيك البهجه اللي في الجناب البهجه فيها لا برودغي لي كولوغ اللي باش بطنا دفينا. وانت معروفه بهذا البيج دائما تستعمليها بالالوان. رمضان كنت لبست واحد عقلتي واحد لو كي اي بوكو دو سوكسي دايوغ. دابا كتشوفي حتى كتعي وتتلقاي لا برودغي القديمه ما كاينش بحالها. لا يعلى عليها. كانوا الناس تيفو تيصوبوا افيك فينيسيون دابا افيك كوغ افيك كوغ افيك امور افيك امور. انا تنهنيك صراحه فخوره بك لانك قدرتي تحافظي على التراث ديالنا المغربي فيما يخص القفطان المغربي. وحنا مغاربه تبارك الله عليك لاله كريمه فاشمون. تبارك حبيبتي لك. تبارك الله عليك لاله كريمه علوي. شكرا اللي جيتينا مدينه مراكش ودائما دائما جديد ديال معك كريمه. ميرسي ميرسي بوكو. بهذه اللوحه الفنيه الرائعه من توقيع لاله كريمه علوي من مدينه مراكش نودعكم نتلاقاو بكم غدا ان شاء الله. وموضوع الورقه القانونيه مع البروفيسور محمد جمال معتوق الحق في الاضراب. فقره صحي ولدي ماريا بن جلون اقترحها علينا صلصات مرافقه لاطباق عيد الاضحى. الكل والمزيد دائما دائما صباحيه الدزام. نهاركم مبروك. الى اللقاء.